أنا كنت بحزة نزلوا دعمة ست صواريخ رسمة، كنا أنا ورفقاتي لحالنا عم شو اسمه قاعدين بالبستان، عم نزلوا بالبستان، خالي شو اسمه خالي إجا حملنا وركض فينا. كنا معاشين بالمظاهرة، كنا إحنا قدام قذيفة بدر، عم نزلت قذيفة الصواب ولد صغير، تقريبا قد هي. تمام. إحنا حين كنا بالمدرسة نشوف يجي لعنا كوم الشهداء. كفلهم بابا نشوفهم هالكبيرة. واحد أول مرة صرنا نخاف، بعدين تعودنا. واحد راسه طاير، واحد هيك وإيده طايرة. واحد مرة بابا قال لنا تعالوا تعالوا مين يسعى؟ أنا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شو عصار؟ عصار صار نخاف من القذائف ما هيك؟ أول ما أخوك قال إنه قال اطلب إسعاف، أنا فكرت حدا تصاب من أخواتي، طلعت عليهم ما فيهم شيء، طلع هو مصاوي. دوري انبطح ولا يعني مو أول مرة بتنزل قذيفة قدامك من هيك؟ هلا أنت انبطحت طلعت مقطع الفيديو عملت شك. شلون هيك؟ احكي لنا. حلو بابا. بطاحة بتودي شلون؟ حلا بتروح. مثل المصباح. مثل المصباح، شلون راح يعيشك شكك؟ حدا علمك يعني؟ لا، لحالي. اليا اجت فحصها على ايدي وخدي الضرب بالرصيف. وهربنا جوا. صلحينه. حسيت قلبي انه حتنسى قلبي. حسيت قلبي؟ انه هون كان هيك حين كنا موقفين. ايش اسمه؟ ماما. كنا هون استهدف الأغنية. بس انتوا عم تلعبوا على البسكليت الحين جايين الحين جايين على البسكليت، ما بتخافوا؟ لا. طب وقت شافتك امك انت شو سويت فيك وقت لا؟ فاتك